من السبيشال كونسيدريشنز برضو لازم ناخدها في اعتبارنا ان في عندنا جندر ديفرنسز. يعني اكيد طبعا لو انا بتكلم على ميل او فيميل اكيد بيبقى في اختلافات بينهم في السترينث. لو في عندنا ديسابيليتي، لو في حد شخص عنده اعاقه، طبعا حسب الاعاقه ودرجتها والكلام ده كله ممكن برضو يبقى في عندي اختلافات. لو انا بتكلم على ان انا بديزاين فور بوبوليشن اكستريمز، طبعا دي بتبقى حاجه كويسه قوي، بس عامه يعني النظام بتاعي بياخد في اعتباره اقل حد، يعني الحد اللي هو في الفيفث برسنتايل والاكبر حد اللي هو 95th برسنتايل. فطبعا يعني بعض الاحيان لما انا بعمل كده ببقى فعلا الناس اللي في النص دول ببقى متوقع ان هم يعني بالتاكيد اقدر اخدهم في اعتباري، بس طبعا بيبقى ساعات في مشكله ان انا اخد الفيفث او ال95th مع بعض، يعني ساعات بيبقى لازم اخد يا ده يا ده. فالحقيقه من الحاجات اللي بتحللنا المشكله دي ساعات بناخد الافرج يوزر. الافرج يوزر ده ان انا باخد ال50th برسنتايل. طبعا هو عيب ال50th برسنتايل اللي فعلا ناس قليله قوي تبقى عند ال50th برسنتايل، يعني ناس كتير اكبر وناس كتير اقل، بس الناس اللي عند ال50th بالظبط ناس قليله. اوكي، فلما بعمل ديزاين على الافرج يوزر يعني بلاقي ان انا يعني باكوموديت عدد محدود جدا من الناس، وفي ناس كتير جدا بتشتكي. الميزه بتاعت الافرج يوزر ده ان هو بيسمح لي ان انا في بعض الحاجات اللي محتاجه قرار واحد ما ينفعش اخد رينج، بقدر ان انا اعملها بناء على الافرج يوزر. كمثال على كده، لو انا مثلا عايز اعمل كنترول يبقى مثلا معمول علشان شخص بالغ، عشان مثلا يوزر يبقى مش طفل صغير مثلا يعمله، هو عارف ان هو يعني مقصود ان هو يعمله، فبحطه على هايت معين. الهايت ده ممكن الافرج يوزر يقدر ان هو يوصل له، بس ما يبقاش الافرج يوزر ده بعتبره ان هو يعني اكيد هيبقى اكبر من طفل، يعني فيبقى اكيد طوله اكبر من طفل، فمعنى كده ان المكان بتاع الكنترول دوت بيبقى يعني عالي كفايه بحيث مش اي حد يوصل له. فده بعمله على الافرج يوزر، لان انا لو فكرت كده اعمله على الرينج اللي هو البوبوليشن اكستريمز، لا ازاي هعمل يعني كنتو كنترولز بقى عند 5th برسنتايل و95th برسنتايل، هيبقى صعب جدا اعمل حاجه زي كده. فلما باخد الافرج يوزر ساعات بعض المواقف بتضطرني ان اخد افرج يوزر، لان بتحل لي مشكله ان انا ببقى عايز ديسيجن حاجه واحده بس ان انا اعملها، او دايمنشن واحد بس ان انا اخده في اعتباري. طبعا من الحاجات الممتازه جدا ناخدها في اعتبارنا برضو ديزايننج فور ادجستابيليتي، ان انا الديزاين بتاعي ده يسمح لي ان انا اغير الوضع بتاعي او اغير السايز بتاع الحاجه بتاعتي بحيث ان انا ادجستت لليوزر. فنوصل من الكلام ده كله بقى لمجموعه حاجات كده ريكومندد، ان احنا we use average anthropometric data only for very general design considerations and never for critical activities or functions. يعني بمعنى ان احنا نقدر نستعمل دوت لما يكون عندي الحاجه اللي انا بعملها ديزاين دي ما هيش كريتيكال. يعني مثلا اضغط الزرار بتاع مثلا ريسيت مثلا، ممكن اعمله للافرج يوزر، يعني ده مش محتاج اعمله لايه، مش محتاج اعمله لللارج بوبوليشن مثلا. لما اتكلم على الحاجات بقى فيها كريتيكال فانكشنز يبقى لازم اكونسيدر الاكستريمز بتاعت يوزر بوبوليشن، يعني بمعنى ان انا allow those on the larger end of the spectrum to fit into the space and those on the smaller end to reach what is needed. يعني بمعنى ان انا اخد في اعتباري مثلا لو انا فرضا عايز اديزاين سبيس عشان البني ادم ده يقعد فيه، اوكي، يبقى معنى كده اكونسيدر في السبيس دوت الشخص الكبير، اوكي، يعني اللي هو 95th percentile. طب لما اتكلم مثلا على ان انا في السبيس دوت هعمل كيبورد عشان اشتغل عليه، لا، اصممها مع ال 5th percentile عشان يبقى ايه ال 5th وال 95th الاثنين يقدروا يوصلوا لكل الزراير ما يبقاش في مشكله. اوكي، فديزاين بتاع الاكستريم ده مش معناه ان انا اخد الاثنين في نفس الوقت، لا، ده انا اخد الحاجه اللي هي تبقى هي الليميتنج او الليميتيشن بيبقى موجود فيها. يعني بتكلم مثلا على السبيس يبقى مثلا بتكلم على الليميتيشن جاي من اللارجر. لو بتكلم على الكيبورد على الريتش مثلا انا هوصل للحاجه ازاي، يبقى معنى كده اتكلم على السمولر. فبتبقى ماشيه بالشكل ده. لما بكونسيدر الكلام بالشكل ده، لما كونسيدر الاكستريمز بالشكل ده اكشوالي، انا كده بتيح الجهاز بتاعي ان هو يبقى يوزابل باي اولموست اول ذا بوبوليشن. يعني بتكلم على الاقل اعلى من 90% من البوبوليشن بيبقى معايا في الايه، في الاكوموديشن بتاع الايه، بتاع الجهاز دوت. Whenever possible, allow devices to be adjusted to the user size and personal preferences. دي حاجة ممتازة جدا ودي دايما الناس بتحبها الحقيقة، ان انا يعني لما اكون مثلا عندي مثلا كرسي فرضا، يعني كرسي بتاع العربية، كرسي بتاع العربية دوت هنلاقي ان هو كرسي بتاع السواق بالذات عشان هو اكتر واحد بيبقى قاعد في العربية، هنلاقي ان هو بيبقى ممكن يبقى adjustable بكذا ايه، بكذا اتجاه، يعني بكذا option كده. فلو احنا كنا عملنا كرسي وخلاص كده اكيد واحد هيبقى مستريح فيه واكيد واحد مش مستريح، انما لما نخليه ادجستبل يبقى انا كده سمحت للواحد كبير شويه ان هو يرجع كرسي لورا، واحد صغير يطلع كرسي لقدام، واحد مثلا قصير شويه يخلي الكرسي يطلع لفوق شويه، وهكذا. فبعض الحاجات ممكن هي تسمح لي ان اليوزرز بتوعي
بدل ما يضطروا ان هم يتعاملوا مع حاجه ما هياش مناسبه بالنسبه لهم، لا ده ممكن يادجستت علشان يخليها مناسبه بالنسبه لهم. فدي الحقيقه ايديا لما احنا بنعمل كده، احنا بنعمل ديزاين يبقى فعلا من السهل عليه ان هو يادجست لايه، لبوبوليشن اكبر حتى من البوبوليشن احنا بنتكلم عليها في البوبوليشن اكستريمز.